انتوا عيال البلد الاصيل، انتوا عيال زايد، انتوا عيال الامارات، انتوا مستقبل البلد. هلا بكم، عد السحاب وعد التراب وعد ما خبت ركاب من قناتكم، ها قناة ظبيانية الغالية اللي هي اسمها قناة هل الدع من بوظبي، وعلى اليوتيوب مالكم اللي تحطون الرابط ما تشوفون كل شيء يصير خواطركم في ذمتي من كلامي. نعم، وانا عندي نصيحة، وهذه النصيحة حق الشباب وحق الشواب وحق كل حد، حق اللي يسوقون السيايين، هي لان السيارة ها اذا سرعت فيها ودت كل الدمار، لكن اذا انتبهت وسكت عدل ها بتأني وبإخلاص وسواقه فن وذوق واخلاق وبأخلاق تراك انت ناجي وسالم من كل شر. وهذه النصيحة اقول فيها ليش تتجول يا سايق، وهي هذه القصيدة من كلمات الشاعر محمد بن عبد الله الحائري، وانا كنت غنيت تبعد في الإذاعة والتلفزيون بوني من زمان، واقول فيها ليش تتجول يا سايق من طريق الى طريق ثاني، ما تشوف اللي وراك هو بعيد ولا داني، ليش تتجول يا سايق من طريق الى طريق ثاني، ما تشوف اللي وراك هو بعيد ولا داني، ركز شوفك واهتمامك حتى ما تكون الجاني، ركز شوفك واهتمامك حتى ما تكون الجاني، السرعة فيها الحوادث كم واحد منها يعاني، السرعة فيها الحوادث كم واحد منها يعاني، وانصح الشباب بالتأني حتى يعيشون في أماني، وانصح الشباب بالتأني حتى يعيشون في أماني، ليش 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 تتجول يا شايق من طريق إلى طريق ثاني، هي تتملى تحوط من مكان لمكان وتحفص ويل وتفحص وما أدري شو، لاهم زين في ديتكم امشوا سيدي مشان تسلمون وترجعون لبيوتكم سالمين غانمين، والدول الحمد لله مو مقصرة مثل شوارعنا ما شايف الدنيا، عيل شارع خمس سيدات واربع سيدات ولا استوى في العالم كله في ذمتي، حنا مسوين لذيك الشوارع الحكومة الله يطول عماره، ومسوين لذيك المرافق الطيبة، مسوين الإشارات، مسوين لكل حاية، ما شيء عليك وانتو ولا تمشون على قوانين المرور والحكومة، والله يحفظك ويرعاك وفي دعت الله، مع تحيات أخوكم مثل والشاعر علي التميمي من قناة هل الدار.